سبب الانسحاب ديالنا بسيط جدا. اولا خليني نقول باننا صبرنا اكثر من القياس في دهس حقوق ديال المعارضه من طرف الحكومه واليوم من طرف الاغلبيه للاسف الشديد. هذه الاغلبيه العدديه التي يتفاخرون بها يجب ان تحترم الدستور وتحترم النظام الداخلي وتحترم الديمقراطيه. المعارضه مكون اساسي، ما يمكنش نهائيا اليوم غير كنتكلموا كينوضوا كي اسمح لي كي يعني بغيت نقول واحد الكلام ولكن لا يليق بالانسان، كينوضوا كيغوتوا بواحد الطريقه هوجاء من اجل ايقاف الصوت ديال المعارضه. كيفاش اليوم الماده 152 اسمح لي اليوم هذه اليه رقابيه من 2004 وخدامين بها من 2004 حتى جينا الان ولا المواضيع كلها ماشي عامه وماشي طارئه. اذا ما كانش ارتفاع الاسعار ماشي موضوع عام وطارئ، اذا ما كانش ارتفاع ديال غاز البوطه ماشي موضوع عام وطارئ، اذا ما كانش الاضرابات ماشي موضوع عام وطارئ. دابا عندنا العشرات ان لم نقل المئات منذ بدايه هذه الدوره هذه مع هذه الحكومه مرت مرتين هذه الماده 152 حيدوها كآليه حيدوها من النظام الداخلي. فثالثا اننا حنا الرئاسه لم تكن في المستوى ديال التسيير ديال هذه الجلسه، ما عطاتناش الحق ديالنا اللي كنتكلم بأريحيه، لكنه يعني نرسل الرسائل ديالنا بوضوح. فلذلك انسحبنا لايقاف هذا العبث اللي كيمس المؤسسه ديالنا والذي لا نرضاه لا لمؤسستنا ولا لبلادنا. اليوم قررت فرق ومجموعه المعارضه، الفرق بثلاثه ومجموعه النيابيه العداله والتنميه، انسحاب من الجلسه احتجاجا على التسيير ديال الجلسه وعلى السيده الرئيسه لحرمان يعني الساده الرؤساء من نقط نظام ومقاطعتهم، وذلك في نقط نظام تتعلق بالنظام الداخلي وفي تسيير الجلسه والرئيسه يعني في كل ما خدا رئيس فريق الكلمه ديالو كتقاطعوا. المساله الثانيه هو هذه الماده 152 اللي اصبحت عندنا عاده في كل جلسه تطرح هذه الماده، بحيث اننا في نصف الولايه هذه الماده 152 اصبحت يعني لا تستعمل في داخل. احنا قلنا لهم الا تزعج الحكومه هذه الماده 152 وفي هذه المواضيع الطارئه اللي كتعطي جوج دقائق لكل نائب يعبر على موضوع طارئ كيهم يعني المواطنين والمواطنات، بدلوا حيدوا النظام الداخلي وسحبوها في مره. ولكن ما يمكنش، لا يعقل ان اليه ديال الرقابه كتعطى للنائبات والنواب بصفه عامه اغلبيه المعارضه وتم الحرمان ديالنا خصوصا احنا في المعارضه. ناهيك اليوم على الطريقه ديال التسيير في كل ما خدا رئيس يعني فريق الكلمه يتم التشويش عليه من طرف الاغلبيه، وهذا جو ما يمكنناش نشتغلوا فيه. على العلم ان جلاله الملك هضر على تخليق الحياه السياسيه، هضر على اعاده يعني المكانه لهذه المؤسسه، المكانه باش ترجع للمؤسسه المكانه ديالها، وهو خص يكون النقاش، والنقاش ما فيهش عيب. ما يمكنناش اليوم المعارضه يعني يتم حرمانها بالتعبير على الراي ديالها، هذا هو سبب الانسحاب.